انا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معاهم يا زكي معاهم. طب اسمع ها. شيرين شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه انت فاهمني. شيرين بالذات تبقى زي الله. طب طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. اتفضل. طيب. طمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري. عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا يلا الحق الواد. طمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده. عربيتك دي ها؟ اه عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حسب ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانيه واحده ثانيه واحده. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه. والله؟ اه. طب اركب ورا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي حسوق. يلا يا عمر. انا اللي حسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي تسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي. ربنا يستر. اخصمك ايه اللي تسوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تدش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقل الفتيس. الفتيس؟ افضل عظمتك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانيه واحده. ايه ده ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانيه واحده. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابني يا حيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انزل. انزلي هنا انزلي. ايه انزل ايه في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره. وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله الجدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا سينا. مرة بقى راكب زباين بتعرف تسوق ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا.